طيب المرة الماضية إذا كنا نشرح عن الكير كيف نحسبه عن طريق الكونفيوجن، والكونفيوجن لازم يجاوب 9 أو 10 أسئلة من الأسئلة، إذا جاوب 8 أو أقل معناه عنده كونفيوجن، يوريميا إذا أكثر من 7 اليوريا بالبلد، ريسبيراتوري ريت أكثر من 30 أو يساوي 30، لو بلد بريشر سواء كان سيستوليك أو دايستوليك يعني أور، والإيج 65 فما فوق. حكينا لما نجمعهم كل النقاط مع بعض إذا كان 0 أو 1 مبين عندكم الباوربوينت صح يا جماعة؟ باوربوينت واضح؟ واضح واضح بسرعة. آه إذا كان السكور 0 أو 1 هذا بتعالج أوت بيشن لأنه على الأغلب بيكون مايلد كونديشن، وإذا كان 2 بتعالج إن بيشن بس فلور أو وارد بنسميها اللي هو طابق عادي، وإذا كان 3 أو 4 أو 5 بده يدخل آي سي يو. نفسه هذا الكلام المكتوب هون تحت بنلاقيه مكتوب بهذا الجدول، بدكم تحفظ جدول 1 للبي اس اي والكيرب. هاي كيرب 0 و1 اوت بيشنت، 2 ادمت وارد، 3 4 5 ادمت تو اي سي يو. نيجي على البي اس اي، بي اس اي بيسال اسئله مور ديتيل ذان كيرب، يعني كيرب هون بيسالني بس عن 5 اسئله. هون البي اس اي كثير بتفرع، بيسأل عن العمر، بيسأل إذا هو داخل nursing home resident يعني هل هو جاي مثلا من دور رعاية المسنين من كذا، لأنه هاي دغري بتزيد البوينتس لأنه قلنا دائما هدول resistant bacteria عندهم. بيسأل إذا عنده comorbidities، طبعا هو الكير ما راعى هاي النقطة إذا عندهم أمراض أخرى ولا لا، يعني افرض مثلا أنتوا بالكير طلع عندكم واحد وهو طلع مثلا عنده زي ما نحكي كانسر بيشنت او عنده بروبلم كوموربيديتي، فالافضل يتعالج ان بيشنت. فالبي اس اي شوي مور اكيوريت بس مشكلتها انها بتسال عن كثير اشياء. هلا اذا مثلا جبنا بكيس انه مثلا الكير عم بدخله اوت بيشنت بيطلع واحد مثلا، والبي اس اي دخلته 3 مثلا، البي اس اي طلعت 3 وبالكير طلع 1، فاحنا بنروح على الأسوأ بندخله بي اس اي، بنروح على البي اس اي انه 3 وبدخل مستشفى، لان قالوا البي اس اي شوي اسئلته ديتيلد اكثر. بيسال عن المنتال ستيتس اللي نفسها الكونفيوجن، ريسبيراتوري ريت، سيستوليك بلاد بريشر، بيهتم بالسيستوليك اكثر من دايستوليك، تمبريتشر اذا كانت فوق ال 40 او اقل من 35. هلا نادر لنلاقي واحد بالانفكشن اقل من 35 بالتمبريتشر، بس يعني هذا بدليلك ان الاميونيتي ضاربه عنده، يعني الجسم ما عم يتفاعل منيح مع الانفكشن. بسأل عن البلس، بده شوية لاب داتا زي ال ار بي جيز اللي هي اي بي جيز اللي هي ارتيريال بلاد جازز، بسأل عن اليوريا، صوديوم، جلوكوز، هايبوكسيميا اذا عنده مشكله بالاكسجين، واذا موجود في بلورال افيوجن. هلا انتم ما تحفظوا هاي الاسئله، انا بجيب لكم التوتال بوينت، يعني احنا ايش بدنا نحفظ بالبي اس بي اس اي، هذا البوينتس، هاي البوينت بتعبر عن ايش، خلينا انا هون اصغر لكم هاي البوينت، بدي تحفظوا البوينت وال ايش، وكل بوينت قديش بتعبر كريسك، هاي البوينتس وهذا الكلاسيك ريسك 1 2 3 4 5، بنرجع نشوفهم هون 1 2 3 4 5 تمام. يعني بجيب الامتحان مثلا علما بان البي اس اي لما حسبناه طلع 83، نيجي ايش بنشوف 83 واقعة بين 71 ل 90، هاي تعادل هاي الريسك رقم 3. الريسك هون مثلا لما بحكي ريكومندد سايت اوف كير ما بحكي لي بالان بيشنت هل هو اي سي يو ولا نان اي سي يو، فالافضل نحفظه من هذا الجدول الثاني. اذا من هون انا بس باخذ 83 هو الريسك رقم 3، الريسك رقم 3 بي اس اي سراتا ريسك 3 هذا ادمنت وورد يعني هوسبيتال وارد او فلور، 4 و5 بدخل اي سي يو. اوكي لو قلنا مثلا انه هو 65 فبتقولي هاي 65 أقل من 70 فهو ريسك رقم 2 فهو أوت بيشن. يعني إحنا مش كل الكيزز حنلاقي فيها كيرب وبي أس أي، ممكن نلاقي هذا بالكيس، ممكن نلاقي هذا بالكيس، ممكن نلاقي التنين،
إذا لقينا التنين بأخذ من السيناريو الأسوأ، تمام؟ على الأغلب بيكون التنين مثلا متوافقين إنه بالكيرب حيدخل admit to word، وبرضه بالبي اس اي admit to word. يعني أغلب الكيسات بيكون الكيرب رقمه والبي اس اي متناسبين إنه وين أعالجه. بس افرض كان في تضارب أو التنين مش نفس الرقم، فبناخد السيناريو الأسوأ. تمام يا جماعة؟ هلأ كل شيء واضح؟ دكتورة يعني إذا كان 50 ممكن يكون out patient وممكن يكون in patient حسب ال حسب الكير. إذا كان 65 60 لا الكير 65 scores. لا هيثم 65 65 إيش رقمه؟ يعني إيش رقم طلع معك بالبوينتس؟ في ال 1 وال 2 وال 3 ايش هدول حسب الكيرب ال 1 وال 2 3 حسب البي اس اي صح؟ الكيرب حيطلع لك رقم من 0 ل 5 والبي اس اي حيطلع لك رقم من 1 ل 5 حسب الرقم اللي بيطلع معك بدك تدخله مستشفى او ما تدخله. بس انا عم بحكي اذا الرقم تبع البي اس اي مثلا نقول البي اس اي اعطتك رقم 4، بنقول 4 بالبي اس اي هذا لازم يدخل اي سي يو. لما حسبنا الكيرب اعطاني رقم ايش مثلا 2، الكيرب 2 تدخل مستشفى بس مش اي سي يو، فارد انا على البي اس بي اس اي ولا على الكيرب؟ لا برد على البي اس اي يعني بدخل اي سي يو. اذروايز على اغلب الكيسات انه الرقمين بدخلوا نفس الطريق، يعني بوصلوا لا اوت بيشنت مع بعض او وارد مع بعض او اي سي يو مع بعض. اوكي طيب فالجول اوف انتيبيوتيك ثيرابي از تو اليمينيت بيشنت سيمبتومز اذا بدات مضاد حيوي بدي، لانه اغلب الكيسات قلنا انها بكتيريا بالكوميونتي اكوير نمونيا، فانا بعطيه عشان اخفف السيمبتومز واعمل بريفنشن للكومبليكيشنز. ايش اهم كومبليكيشن من النمونيا حكينا؟ ايش اكثر شيء بخاف منه من النمونيا انا؟ سبسز بالضبط، سيميا او سبسز او بنسميه بكتيريميا سبتسيميا. وطبعا الكواليتي اوف لايف وديكريز مورتاليتي ريت هذا كلياته الالتيميت جول لكل الديزيزز. بكتيريميا اند ديث بخاف من الديث كمان، اذا طولوا ممكن يحتاجوا ميكانيكال فنتيليشن، فبندخل برضه بكومبليكيشنز ثانيه. يعني بنحب كمان انه نبعد شوي عن انه التنفس الصناعي لانه برضه هذا له الكومبليكيشنز تبعته. جنرال ابروتش تو تريتمنت ديزاينينج ا ثيرابيوتيك ريجيم، يعني بلان for any patient with any type of pneumonia سواء كان بده يتعالج out patient او in patient ال in patient ward او ICU، بيعتمد على mainly المريض specific factors ال age. احنا شفنا كيف ال age بيأثر بال BSI number وبيأثر بال curb number. بيعتمد على renal function، كيف بده يعتمد الرجيم على renal function؟ يا جماعة كيف البلان اللي انا بدي يعني اعتمدها تعتمد على رينال فانكشن؟ ايش رينال فانكشن؟ شو بعمل فيه رينال فانكشن؟ اذا كان في عندي مشاكل يعني بالرينال فانكشن استعمل انتوبيتك باثر على الرينال فانكشن او باثرش عليها؟ يعني مثلا بدك تشوف اذا نفروتوكسيك او مش نفروتوكسيك. طيب ممكن نبعد عن الرينال فيلير بيشنتس فنستخدم نيفروتوكسيك ميديكيشن، صح كلامك هيثم. ايش كمان في نقطه ثانيه؟ قصه اليوريا انه اصلا هو عنده اكيميليشن لليوريا عالي، فالرينال فانكشن حيزود اليوريا في الجسم. طيب لما تزيد اليوريا عن ايش بخاف انا من اليوريا العاليه؟ انها تدخل البرين، انسيفالوباثي بصير عندنا. انسيفالوباثي او كونفيوجن. هو اصلا انتوا عمركم سالتوا حالكم ليش الكونفيوجن هذا بصير؟ يعني ليش هون بيسالني بالكرب عن الكونفيوجن؟ confusion جاي من يوريميا عالية. فبالعادة اليوريا لما بتعلى بتدخل على البرين cross the brain barrier، بتدخل على البرين بصير عندنا problem بالconfusion أو بالalertness. طيب نقطة تانية كمان، ليش بدي renal function غير اليوريا وغير النفروتوكسيسيتي؟ ليش الباقي؟ شو رأيكم؟ ليش لازم أحسب renal function disease للمريض؟ عشان ما يصير تراكم الدواء بالجسم، يعني
يس ممتاز، يعني هاي اهم نقطه ان اعمل دوز ادجستمنت. نص الادويه بدها دوز ادجستمنت الرينال فيلير، وفي ادويه ممنوع تتاخذ بالرينال فيلير، فانا لازم احمل عمل كدني فانكشن ديزيز، كدني فانكشن تيست سوري، عشان اشوف هل في داعي. وهذا خذوه قاعده بكل اللي انتم اصلا بتعملوه باللاب، مش كل لاب انتم بتحسبوا الكرياتين كليرانس وبتشيكوا على كل الادويه اذا فيها دوز ادجستمنت او لا. نفس الشيء المضاد الحيوي، قبل ما اعطي لازم اشيك على رينال فانكشن. وهذا على فكره اذا ذكر بالنمونيا، بس هذا يعني ينعمل بكل الامراض سواء كانت انفكشن ولا مش انفكشن، لازم احسب الرينال فانكشن واشوف اذا في دوز ادجستمنت ولا لا. بس اذا في درج اليرجي، وخصوصا اذا كان بيتا لاكتام اليرجيز، بشوف الاميون ستاتس تبع المريض. كل ما كان عندنا اميونوكوبرمايز بيشت بكون حالتنا اسوء، لانه الريسبونس تبع الجسم بيكون سيفير سيفير سيمبتومز اذا كان عندي اميونوكوبرمايز بيشنز. اذا عندنا كارديو بالمونري ديزيز بزيد الحال سوء اذا كانت بريجننت. طيب شو مشكلتنا بالبريجننت؟ شو مشكلتنا بالبريجننت؟ الادويه كاتيجوري A B C اللي بتنعطى، لا مش كل الادويه بتنعطى للبريجننسي، بصفي كل الخيارات بدي ارجع اشيك عليها هل هي سيف ولا مو سيف. ببطل كل الخيارات متاحه بالبريجننت. طبعا بدنا نشوف اذا ميديكال انشورنس او لا. ليه؟ لانه اذا ميديكال انشورنس بصير الموضوع بغلب اذا بدي ادخل المستشفى، مين بده يغطي المستشفى؟ ودائما الادمشن المستشفى كوستي وبده اي في ميديكيشنز، فهذا برضه مشكله اذا في ميديكال انشورنس او ما في ميديكال انشورنس. واذا بدي كمان اراعي اذا ماخذ انتي بايوتيك كثير قريب، بير اكسبوجر تو انتي بايوتيك بفتره كثير قريبه، لانه في ريسك للمالتي دراج ريزيستنت بكتيريا. يعني هذا كله براعي لما بختار دواء معين للعلاج. The first priority in assessing the patient with pneumonia is to evaluate the adequacy of respiratory function. طبعا لازم اشوف الريسبيراتوري شغال ولا لا. هل النمونيا انفكشن، الانفكشن اثر على الريسبيراتوري فانكشن؟ مين لما احكي عن الريسبيراتوري فانكشن انا بتذكروا بالسي او بي دي، ولا اسمع عم بحكي عن اف في سي و اف اي في 1 وهي القصص، يعني دول مين اللي بنعمل منهم؟ يعني هاي معناها هل النمونيا اثرت على الريسبيراتوري فانكشن؟ لان احنا لما نحكي نمونيا هي خلص هي انفكشن اوف ذا لنج الاساسيه، فهل هذا الامبيرمنت باللنج فانكشن كان سببه نمونيا؟ يعني في مشكله بالكامل الريسبيراتوري فانكشن. كمان لازم اشوف تو ديتيرمين ذا بريزنس اوف ساين اند سيمبتومز اوف إلنس، يعني لاي درجه، هل هي مايلد مودريت ولا سيفير، هل في عندنا ديهايدريشن، هل دخل، كيف اتاكد اذا صار وصلت النمونيا لمرحله سبسز او لا؟ طبعا انا بخاف من النمونيا من السبسز، طب كيف بدي اتاكد انه صار عنده سبسز ولا لا؟ شو بعمل يا جماعه؟ بدي ناس ثانيه تشارك مش نفس الناس، ما دام الكل داخل بده مشارك. بلاد اناليسيس دكتوره. يس باخذ بلاد سامبل بالضبط، باخذ من الاول ما بدخل المستشفى باخذ عين، زي ما باخذ عينه عشان عين الدم عشان اعمل رينال فانكشن وليفر فانكشن، بودي عينه وين؟ على الكلتشر عشان اتاكد انه ما دخلنا باي مرحله قبل ما نبلش انتي بايوتيك بالسبسز. طب افرض لا سمح الله طلع لنا سبسز، شو بتتخيلوا في خيار؟ ايش بيفكر الدكتور اذا للاسف من البدايه تبين انه عنده سبسز؟ سبسز هو بلاد انفكشن، هذا فيه مزح بتحمله المريض؟ لا، فهذا على الاغلب بنروح نعطيه برود سبيكترم انتي بايوتيك، برود سبيكترم اذا اثبت انه انا عندي سبسز اولها، بعدين ممكن اعمل دي اسكيليشن، بس لازم المريض يصير ستيبل. بقيس الاكسجين ليفل، ودائما الاكسجين بنقاس عن طريق الاي بي جي ارتيريا بلاد جازز. إذا بحتاج بالسيفير كيسز ميكانيكال فنتيليشن بركب له ميكانيكال، بشيك الفلويدز تمام. ليش ممكن يصير عنده فلويد بروبلم ديهايدريشن مثلا؟ شو رأيكم هل ممكن يعاني من ديهايدريشن مريض؟ ليش ممكن يعاني من ديهايدريشن مريض؟ دكتورة لأن ترتفع حرارة اللنج وبيتفخر ال ايش هو طنجرة يا سوسن؟ المرة هيك سمعت انه ارتفاع درجة الحرارة باللنج بيكون بسبب الريسبيريشن، يعني ممكن مع الهواء يطلع في
فلويدز ممكن، بس مش هاي سبب ديهايدريشن. مش كل المرضى بيصير عندهم ديهايدريشن باي ذا واي، بس اذا اجى ديهايدريشن على الاغلب بيكون هاي من السيمبتومز. في ناس بيجي عندهم نوزي اند فوميتنج، فاذا صار عنده نوزي اند فوميتنج مع حراره جسم عاليه والتعرق، اصلا الناس لما بيكون عندهم حراره عاليه بيصيروا قشعريره، قشعريره بيدخلوا التعرق، بعدين بيصيروا برجوا، بعدين يعني قصه. فممكن يفقد الفلويد باكثر من طريقه، بس اذا بدنا يعني فلويد كثير تفقد فهي من اللي جاي من نوزيا اند فوميتنج. برضه اليوريميا على فكره بتعمل نوزيا اند فوميتنج، اليوريميا زي ما بتعمل بروبلم بالبرين ممكن تعمل نوزيا اند فوميتنج. فاذا فقد سوائل من الجي اي ممكن يدخل بدي هايدريشن، فاذا دخل دي هايدريشن لازم اعطي فلويد. بالعاده شو الفلويد اوف تشويس اذا واحد عنده دي هايدريشن شو بنعطيه؟ نورمال سلاين. يس نورمال سلاين، ممكن ازيد عليها ديكستروز اذا عنده هايبوغلايسيميا. ممكن اعطي فيردر سبورتيف كير اذا حسيت انه الاكسجين مثلا قليل بعطي اكسجين سبلاي، اذا حسيت انه اللنج فانكشن تاثرت الاف اي في 1 والاف بي سي ممكن اعطي برونكودايليتر البيوترول اذا عندي برونكوسباز. هذا كله مسميه سبورتيف كير. إذا أثبت إنه عندي dehydration بعطي hydration اللي هو IV، كملها IV normal saline. بعطي nutrition إذا أثبت إنه عنده مشكلة بالnutrition أو بيقدرش يأكل أو يشرب أو عنده nausea and vomiting، بركب له أي تيوب فيه تغذية أو بنعطي IV dextrose، يعني حسب كل كيس وكيستها. لازم نعمل control للفيبر، خلاص صرنا عارفين الفيبر control. باراسيتامول أو إنسيد أو كومبينيشن مع بعض. كل واحد بيأثر قديش الفيفر عالي، التمبريتشر، هل عنده رينال ديسفانكشن ولا ما عنده، يعني هل هو صغير كبير. هذول كله بنسميه سبورتيف كير، لسه ما دخلنا بالأنتيبيوتيك الرسمي. تمام، يعني ما لي إذا بدي ألخصهم يعني إيش بدنا نعطي أدوية. بعطي اكسجين اذا عندي هايبوكسيميا، يعني لو بدي احطهم هون بسلايد مفصل ايش في سبورتيف كير، يلا نقلوني اي حدا اتذكر له معلومه ينقلني اياها. فلويدز اند نيوتريشن معلومه واحده، كل واحد يحكي معلومه واحده. طيب انا بعدين بكتب له اوتو، يعني نيوتريشن سبورت. طيب شو كمان نعمل؟ ناخذ عينه دم، نعمل بلد سامبل تيست مشان نشوف سبسس ولا لا. هذا مش سبورتيف كير، انا بحكي شو بدنا نعطي ادويه غير الانتي بايوتيك. هذيك من الفيزيكال اكزاميشن او من البروسيجر ممكن تكون اكسجين اللي كان عنده هاي هايبوكسيميا سبليمنت او سبلاي هايبوكسيميا. طيب شو كمان مثلاً بارس البترول على الفيبروكسباز؟ كل واحدة يا جماعة عم ننوزع الهاد احكوا. هي إذا كان عنده الفيفر نعمل له كونترول، نعطي باراسيتامول أو إنسيد. باراسيتامول and or بنحكي صح، ممكن يضطر ياخذ اثنين مع بعض إنسيد. طيب غيره البترول للبرونكوسباز؟ يس البيوترول إذا عندي مشكلة بالرسبيراتوري فانكشن أنا برونكوسباز. يلا ضل إشي كمان فلويد دكتورة فلويد فور اي في فلويد سيمين لي نورمال سلاين. اوكي اذا مين اذا في عندي ديهايدريشن، طب ما عنديش ديهايدريشن ما بعطي فلويد dehydration، خصوصا ان اوريدي هو مركب اي في اكسس عشان الانتيبيوتيك لقدام يستخدمها. في شيء ثاني باراسيتامول نيوتريشن اي في ديهايدريشن؟ اوكي هذول مين اللي بنسميهم سبورتيف كير. اوكي وطبعا كل الاستخدام يا جماعه باي دواء قررنا نضيفه بنشوف هل المريض ان بي او بيقدر ياكل يشرب ياخذ اورال. كل ما حاولت اورال افضل، ليه؟ لانه
الاي في بيدخل دايركت على السيستم كوست يوم في ريسك للانفكشن وهيك. فالاورال افضل بالادويه الا اذا انا بدي اكشن سريع والمريض ما مش متحمل وهيك، لا ببلش باي في. ديليت اند يعني بلش هلا بالانتيبايوتيك بالشيء المهم لنا كله مهم طبعا، بس احنا هلا بنركز على الانتيبايوتيك. Delayed antibiotic therapy has been associated with increased length of stay, decreased survival, or increased mortality rate. وبالتالي rapid and correct diagnosis is imperative. يعني هذا المعنى إنه غلط أأخر إعطاء الانتيبيوتيك لأنه بتزيد فترة مكوثة في المستشفى أو بتزيد فترة الانفكشن تبعه، بيقلل السيرفايفل ريت وبيزيد المورتاليتي ريت. وبالتالي لازم من البداية أكون عارف الشخص الصح عشان أعطي المضاد الحيوي الصح وما أأخر. Initial antimicrobial treatment is empirical. صرنا هلا فاهمين إيش يعني empirical. أنا عمري شرحت لكم إيش يعني empirical. Empirical therapy شرحناها صح؟ يعني broad spectrum، يكون بعطي مضاد حيوي broad spectrum، يكون يعالج أكثر من نوع بكتيريا. خطأ. ليش؟ شو يعني empirical therapy؟ empirical يعني ما بعد عملت كي بشكل عام. شو يعني empirical therapy بالinfection؟ يعني قبل ما أعرف شنو على البكتيريا بعطي شيء مبدئي. قبل ما أعرف شنو على البكتيريا خطأ. لا empirical therapy هو the most common، يعني the أيوه. most common pathogen اللي بسبب لي هذا الديزيز. طيب وهل حسب يعني إذا لا مش قصة برود سبيكترم، هو حسب إذا أنا بعرف إنه هو نيجاتيف مثلا المريض المرض هذا هو نيجاتيف أكتر بعطي بيكون بيغطي لي أكتر نيجاتيف، إذا بعرف إنه المرض هذا سببه أكتر بكتيريا بوزيتيف بعطي اللي بيغطي لي أكتر بوزيتيف بكتيريا. ممتاز، هذا مبدأ الإمبيريكال ثيرابي. الإمبيريكال أول ستيب الإمبيريكال ثيرابي أعرف الموست كومن بكتيريا. إحنا ليش نشرح لكم نقول لكم يا جماعة عملوا مسح لأغلب كيسات الأوتايتس ميديا وطلعت إنها بكتيريا. خليني بس أكمل المعلومة لو سمحت. ليش عم بيغلبوا حالهم بيعملوا مسح لكل الأوتايتس ميديا كيسز؟ بقول لك موست كومن إنها جرام بوزيتيف بكتيريا مثلا ستريبتوكوكس نيموني. ليش لما بيمسحوا كل اليو تي آي وبيعملوا مسح أو الدراسات عن اليو تي آي وجدت إنه الموست كومن بكتيريا هي إيكولاي؟ عشان أنا لو ما بدي أستخدم هذا الموست كومن بكتيريا كان كل الناس برشمهم برود سبيكتروم وما فيش داعي أعمل كلتشر ولا أعرف شو الموست كومن بكتيريا. موست كومن بكتيريا لانفكشن معين بيساعدني على اختيار الامبيريكال ثيرابي، والامبيريكال ثيرابي مبداه اني لا ما استخدم برود سبيكترم. ما انا لو استخدمت من البدايه برود سبيكترم، البرود سبيكترم بيغطي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وسودوموناس وانيروبس، ليش اعمل كلتشر؟ ليش اعرف شو الموست كومن بكتيريا؟ ما بعطي كل الناس برود سبيكترم، هذا خطا. الامبيريكال ثيرابي مبداه اجى اني اعرف اول خطوه باي انفكشن اعرف الموست كومن بكتيريا. كون الموست كومن بكتيريا مثلا باليو تي اي هي جرام نيجاتيف ايكولاي، فخطا استخدم برود سبيكترم لانه انا ب 90% من الحالات هي ايكولاي. انا ليش استخدم برود سبيكترم بغطي بوزيتيف ونيجاتيف؟ بروح على الشيء اللي بغطي الايكولاي بس، زي الفلوروكوينولون امينوغلايكوسايدز ويعني قائمه تطول. لما روحنا مثلا بالاوتايتس ميديا الامبيري الموست كومن بكتيريا ستريبتوكوكس نيموني، فاجل امبيريكال ثيرابي بيغطي لي بس جرام بوزيتيف بكتيريا. ليش اعطي برود سبيكترم يغطي جرام بوزيتيف ونيجاتيف؟ ما انا ما عنديش نيجاتيف على الاغلب باغلب الكيسات. فمبدا الامبيريكال ثيرابي اجى من انه انا لما عملنا دراسات وعرفنا اغلب انواع الناس اللي عندهم انفكشن معين 90% منهم اعطاني انه عنده جرام نيجاتيف بكتيريا، فبروح بنقي الادويه اللي بتغطي جرام نيجاتيف بكتيريا. تمام، هذا مبدا الامبيريكال ثيرابي. هلا هون مثلا بالنمونيا بتتخيلوا ايش بده يكون؟ مثلا عندي دراج اوف تشويس او مثلا انتي بايوتيك، بدي شيء يغطي لي جرام بوزيتيف لانه اغلب الكيسات فيها جرام بوزيتيف. بس انا كل ما ادخل مثلا بالان بيشنت اكثر بصير في عوامل اخرى تدخل يعني تحدد لي بالخيارات. ليش بنشوف انه الفلوروكوينولون هم دراج اوف تشويس باليو تي اي يورينري تراكت انفكشن؟ لانه انا عارفه انه اذا زرعت اليورين كلتشر بده يطلع عندي ايكولاي ب 90% من الحالات، فبقوم بعطيه دواء يغطي ايكولاي. لما ليش عطيت اموكسيسيلين بالاوتايتس ميديا؟ لانه 90% من حالات الاوتايتس ميديا لما عملنا لها كلتشر طلعت عندنا سيبتوكوكس نيموني، فبعطي دواء يغطي السيبتوكوكس نيموني.
هذا مبدا الامبيريكال ثيرابي. هاي اول نقطه. ثاني نقطه بالامبيريكال ثيرابي من مبدا من اسمه امبيريكال يعني تجريبي، ما باخذ عينه كلتشر، لان انا بقول لما اقول انا انه 90% من حالات اليو تي اي هي عباره عن جرام نيجاتيف بكتيريا ايكولاي، طب انا ليش لسه اخذ كلتشر اروح على وراح على المستشفى اطلع نتيجه بعد يومين ثلاث، ما انا عارفه 90% انها راح تطلع ايكولاي. برضو الامبيريكال ثيرابي اجى مبدا انه ما في داعي اعمل كلتشر كوني انا 90% متاكد انه انا عندي ايكولاي باليو تي اي وعندي بالاوتايتس ميديا 90% من الحالات هي ستريبتوكوكس نيموني. تمام، واضح مبدا الامبيريكال ثيرابي. ما حدا يقول لي امبيريكال ثيرابي برود سبيكترم، خطا. هو الامبيريكال ثيرابي اجى عشان ما اعطي برود سبيكترم، ممنوع اعطي برود سبيكترم بالامبيريكال ثيرابي. اذا امبيريكال ثيرابي برود سبيكترم معناها كل الانفكشن بالدنيا ببلش معه برود سبيكترم، هذا مبدا خطا. ليش اصلا اجى امبيريكال ثيرابي؟ عشان اقلل نسبه البكتيريال ريزيستنس. تمام، واضح يا جماعه. واللي حكى اني اعطي مضاد حيوي من غير ما اعرف البكتيريا خطا. طب كيف بدي اعطي؟ بناء على ايش؟ اذا نغطي اي نوع بكتيريا، اذا انا مش عارفه شو هو البكتيريا الموجوده بدي اعطي مضاد حيوي بناء على شو؟ شو الكرايتيريا اللي انقي اكس او واي من المضاد الحيوي؟ فجاء الامبيريكال ثيرابي من كونه انا بعرف انه هذا الانفكشن شو اغلب البكتيريا اللي بسبب لي هذا الانفكشن. المينينجايتس مثلا، لما عملوا دراسة على المينينجايتس وجدوا انه البكتيريا معينة هي اللي بتعملها، اتوقع مينينجس، اشي مينينجس، اتوقع يمكن ستريبتوكوكس مينينجس او اشي زي هيك، مش عارفة صراحة شو المايكرو اورجانيزم. فاجا مبدأ الامبيريكال ثيرابي انا اعطي مضاد حيوي يغطي هاي المايكرو اورجانيزم اللي عملت لي التهاب السحايا. السكن انفكشن، اغلب السكن انفكشن هي من النورمال فلورا موجودة على السكن، فهي جرام بوزيتيف بكتيريا، فلما بنغطي بنغطي اجمالا دواء، بنعطي دواء يغطي جرام بوزيتيف بكتيريا وهكذا. هلا في حاله خاصه مثلا الناس اللي بيدخلوا سبسز، الناس اللي بيكونوا اميون كومبرمايز شوي، ممكن ابلش لهم ببرود سبيكتر لانهم هدول سبيشال كيسز، الاميونيتي تبعتهم ضاربه بلس انه في عندنا انفكشن خطير، ففي عندي مورتاليتي ريت عالي. في حالات خاصه جدا ممكن من البدايه من الامبيريكال ثيرابي ابلش له برود سبيكترم. قبل ما اعطي اول حبه من البرود سبيكترم بكون ماخذ عينه للكلتشر، بعد ما تطلع نتيجه الكلتشر دغري بوقف البرود سبيكترم وبعطي دواء بناء على نتيجه الكلتشر. واضح مبدا الامبيريكال ثيرابي يا جماعه؟ طيب انا اذا هون بنمونيا، اذا بدي افكر بامبيريكال ثيرابي بالكوميونتي اكوير نمونيا، ايش بدي بالامبيريكال ثيرابي؟ بدي دواء يغطي هدول. نرجع هذا السلايد، شايفينه هذا السلايد، بدي دواء مين اللي يغطي، حتى يطلع السلايد هيهم هدول، بدي دواء مين اللي يغطي السبتوكوكس نيموني لانها هي البري دومينانت بكتيريا. اوكي والله، واذا اجى بالمره بغطي له اكتيفيتي اجينست هدول اللي هم الليسكمون بس برضه موجودين، احسن واحسن. عشان هيك نشوف شو ليش تم اختيار مضاد حيوي ومضاد حيوي ثاني لا. اوكي يا جماعه، وين وصلنا؟ فاي انيشال امبيريكال ثيرابي، initial antimicrobial treatment is empirical because the limited turnaround time, sensitivity and specificity of currently available microorganism tests. ليش انا ببلش دغري empirical؟ لانه قلنا الديلي بزيد المورتاليتي ريت، واذا انا بدي استنى نتيجه الكلتشر لسه بدي ايش يومين ثلاثه لتطلع، هيك صار في ديلي، يمكن يموت المريض، يمكن يزيد السيمتومز عنده، فانا ببلش empirical therapy. تمام، لاني انا عارفه الموست كومن هي ستريبتوكوكس نيموني، بدي دواء يغطي السبتوكوكس نيموني. واذا كان في دواء يغطي الاتيبيكال بالمره ممكن، احنا حكينا شو هم الاتيبيكال بكتيريا، قلنا مش كثير كبر موجودين بس ممكن تكون تطلع عند المريض. فاذا كان في دواء برضه بغطي الاتيبيكال من اختياراتنا، طبعا مش احنا بنختار، هو الجايد لاين بيختار واحنا بنمشي على الجايد لاين. هلا يعني يمكن المحاضره الجايه نشوف شو في عندنا خيارات. وين الاتيبيكال حكينا عنهم؟ هيهم مايكوبلازما، كلاميديا. نعم
بحكي دكتور الكلاميديا وهدول. أيوة مايكو بلازما كلاميديا هدول مالي شوي جرام نيجاتيف. أنا إذا مالي بدي إشي يغطي جرام بوزيتيف وممكن إذا بغطي جرام نيجاتيف بالمرة يعني أحسن وأحسن، بس إحنا ما بنختار يعني بس هيك على السريع. إذا بتشوفوا ماكرولايد دوكسي ساكرين إذا أوت بيشنت إذا عندي أو بيتا لاكتام هاي دوز أو بيصنف لي إياه هو أوت بيشنت ولا إن بيشنت ولا آي سي ولا نان آي سي، كل هذا هنحكي المرة الجاي. بس قصدي أنا الجايد لاين لما اختاروا هدول الخيارات اللي شايفينهم اللي حنحكي عنهم المرة الجاي راعى إنه أنا بدي إمبيريكال ثيرابي وبدي إنه يوصل بي إن إف كونسنتريشن للمانز. أوكي؟ وإذا في أنتي بايوتيك ريزيستنت باثوجين، إحنا قلنا ما حنغطي الإتش كاب، إحنا قلنا بالتريتمنت بس حنغطي الكاب اللي هي كوميونيتي أكوارد نموني. طب أنا فعلياً مثلاً بالأسبيريشن كنت عارفة إنه في أنيروس وفي سيبتوكوكس وستافيلوكوكس وجرام نيجاتيف باسيلاي. شو بتتخيلوا ممكن يكون الإمبيريكال ثيرابي هون؟ اللي بده يكون فاهم علي شو حكيت، ممكن هون يقترح إشي، شو رأيكم؟ بلاش اسم معين. فلوروكوينولون غلط. مش نيجاتيف ليش؟ ليش؟ طيب ما أنت هون غطيتي إشي واحد، طب والباقي؟ بدنا إشي فلوروكوينولون. طب والستاف أوريوس ما بغطيها فلوروكوينولون. شو رأيكم بالأسبيريشن هون اللي فيهم معنى الإمبيريكال ثيرابي؟ وأنا عارف إنه الموست كومن باثوجينز بالأسبيريشن هون هي التالي، فإيش تتوقعوا من الاثنين مع بعض؟ يس كومبينيشن، إشي يغطي نيجاتيف وبوزيتيف وأنيروبس، أو ممكن أني هذا برود سبيكترم عبين لا تطلع نتيجة الكلتشر. يعني هون يا هيثم برود سبيكترم منطقي. ليه؟ لأنه الأسبيريشن هون أثبتت إنه هي بولي مايكروبيال. فأنا إذا اخترت لوكيونول لحاله خطأ، إذا اخترت أموكسيسين لحاله خطأ، لأنهم بيغطوا إشي بغطوش إشي تاني. فهذا مثلا بالأسبيريشن نمونيا، يعني إحنا ما رح نحكي عن التريتمنت تبعه، بس اللوجيك بحكي إنه أنا بعطي برود سبيكترم، بس قبل ما أعطيه باخد عينة كلتشر عشان أعرف هي على الأغلب بولي مايكروبيال، بس بدي أعرف بالضبط شو من البولي مايكروبيال الموجود. بعطي مثلا برود سبيكترم واثبتت مثلا بعد الكلتشر اني بس عندي جرام نيجاتيف باسيلاي، بقوم بوقف البرود سبيكترم واعطيه مثلا فلوروكوينولون لان هالكلتشر نتيجتها طلعت. بس كون هدول من كل قطر اغنيه جرام نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف والانيروبس، معناه بدي دواء يغطي كل شيء. اوكي يا جماعه الخير. اوكي دكتور تمام. وعم نحكي بالإتش كاب. الإتش كاب ليش إحنا فصلناها عن الكوميونيتي أكوير نمونيا؟ تتذكروا شو أنا قلت كلمة جوهرية في الإتش كاب؟ هيا الإتش كاب نرجع لها. هيا حكينا إحنا بالكوميونيتي أكوير نمونيا هم أي حدا بيجيني من المجتمع بس مش واحد من هدول الخمسة والستة. ليش هدول فصلناهم أعطيناهم اسم خاص اسمه الإتش كاب اللي هي الفكر أسوسيتد نمونيا؟ لانه وجدت الدراسات انه اللي عنده واحد او اثنين او اكثر من ايوه ريسك للريزيستنت بكتيريا، لانهم عندهم اللي عنده 2 اور مور ريسك فاكتور، اللي عنده واحده او اثنين او 2 اور مور سوري 2 او ثلاثه من اللي موجودين هون هو معرض للمالتي دراج ريزيستنت بكتيريا اللي هي سودوموناس اسينيتوباكتر وميرسا. طيب تتخيلوا انتم اذا واحد عنده هاي البكتيريا بده يمشي معاه اللي هي اموكسيسيلين العادي ولا امبيسيلين ولا ماكرولايد؟ ما بمشي معه. بدهم أدوية تغطي السودوموناس والمير مثلا الميرسا. شو الدراج اوف تشويس بالميرسا؟ فانكومايسن هو الدراج اوف تشويس بالميرسا، بس نفس الوقت ما بيغطي ولا شيء الا ستاف اوريوس، بس ما بيغطي الجرام نيجاتيف. طب السودوموناس والسينيتوباكتر هذا جرام نيجاتيف، فبصفي انا مضطر اروح على كومبينيشن عشان اغطي كل هاي البكتيريا المحتملة. اوكي فالامبيريكال ثيرابي بغض النظر شو نوع الانفكشن بدي هو هدفه يغطي الموست كومن بكتيريا بانفكشن معين. الموست كومن بكتيريا يعني هاي اذا الجملة الاخيرة لازم انا اكون متأكدة انه ما عندي مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا. ورجع حكى لي مين الناس المعرضين لمالتي دراج ريزيستنت بكتيريا؟ الناس الهوسبيتالايز خلال 90
يوم اللي هم موجودين بدور الرعاية، هم اللي بيعملوا هيموداياليسيس اللي بروحوا على الوند كير، اللي هو كلوز كونتاكت بواحد متأكدين انه عنده مالتي دراج ريزيستنت. يعني انا مثلا اخو متأكد انه طلع مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا، احتمال يعدي كل اللي حواليه في البيت مثلا. تمام، برضو ضاف على هدول اللي حفظناهم ممكن انه انتي مايكروبيال 30 يوم مش 90 يوم، هوسبيتالايزيشن خلال على الاقل 5 ايام اذا بدكم. خلاص خلينا نحفظهم، يعني هي القائمه صراحه طويله بس انا بدي اياكم تحفظوا شيء معين عشان تضلكم مش ضايعين. او ماشي على اميونو سب ريسيفيشنز او اميونو كومبرومايز بيشنتس. دائما الناس اللي عندهم مشكله بالاميونيتي بنعاملهم معامله خاصه. تمام، مين الناس معرضين يصير عندهم ملتي دراج ريزيستنت؟ هم الاتش كاب، يكون عندهم تنين او اكتر من هدول الريسك فاكتورز. بيتا لاكتام ريزيستنس ستريبتو كوكس نيموني، برضو هاي قائمة اخرى. مين معرضين؟ يعني هون احنا بنحكي ملتي دراج ريزيستنت باثوجين اللي هم مين كانوا؟ هاي بين قوسين سودوموناس كيروجينوزا والاسينيتوباكتر ميرسا، هدول المالتي دراج ريزيستنت بكتيريا. اوكي هايهم، نرجع نقول سلايد عشان انتم تتذكروا رقم. ايوه سلايد رقم 14، هذا ايش ما هم، ايش هم مالتي ريزيستنت بكتيريا. لما احكي عرف المالتي ريزيستنت بكتيريا هم التاليين، يعني بيكون فيهم جرام نيجاتيف. سلايد 14 هذا اللي هون بحكي لك متى بتكون الستريبتوكوكس نيمون اللي هي الموست كومن باثوجين هي ريزيستنت للبيتا لاكتام. عند اي ناس متى بشوف ستريبتوكوكس نيمون هي ريزيستنت للبيتا لاكتام؟ ايش هم البيتا لاكتام اللي هم الاموكسيسيلين وهدول هايهم. مين البيتا لاكتام؟ اموكسيسيلين، اموكسيكلاف، هدول من البيتا لاكتام. تمام، اللي يستخدموا للستريبتوكوكس نيموني اكثر شيء. طب اذا عندنا ريزيستنت، طب كيف اعرف ان اذا عندي ريزيستنت؟ اذا المريض عنده الظروف التالي، اذا هون مين بيتا لاكتام ريزيستنت ستريبتوكوكس نيموني. إذا عمره اللي هم الاكستريميتيز عمره أقل من سنتين أو عمره أكثر من 65 سنة، إذا ما أخذ بيتا لاكتام خلال الثلاث شهور السابقة، إذا الكحول، إذا عنده ميديكال كوموربيديتيز زي إيش ميديكال كوموربيديتيز. شو رأيكم؟ دائما بنهتم بالديزيز الكرونيك اللي هي بتكون كارديو فاسكولار ديزيز، هارت رينال فيلير مثلا، يس سي كي دي، ليفر فيلير، او كانسر بانواعه المختلفه، او اتش اي في. اوكي هاي كلها تعتبر من الكوموربيديتيز. تمام، ايش كمان كونه هذا نمونيا؟ ممكن نضيف اللي هي ازمه وسي او بي دي بس لانها نمونيا، واللي بالعاده لا تعتبر ميديكال الكوموربيديتيز تعمل لي مشكله. اميونو سبريسيف ايجنت، اذا ما اخذ اي من الاميونو سبريسيف اللي هي الكيموثيرابي او الكورتيزون يعتبر من الاميونو سبريسيف ايجنتس. اكسبوجر تو ا تشايلد ان ا داي كير، شايفين تخيل واحد اجى نمونيا بس لانه موجود بحضانه يعتبر ما اخذ ستريبتوكوكس ريزيستنت. اي طفل موجود بحضانه وصار عنده نمونيا بفترض عنده بيتا لاكتام ريزيستنت ستريبتوكوكس، ما بعطيه اموكسيسيلين ولا بعطيه من شله البيتا لاكتام لانه حتكون ريزيستنت له. طب دكتورة ليش البيتا لاكتام ريزيستنت تحت السنتين وفوق ال 65؟ فوق ال 65 لانه إلدر، فالاميونيتي مش بتكون يعني عيدة زي ما نحكي، بيكون صار عنده ميديكال كوم. ماشي، تحت السنتين الاميونيتي تبعتهم مشكلة ويمكن رايح على تشايلد كير. هم تحت السنتين هم في عنده أكثر من عامل أصلا تحت السنتين، الاميونيتي تبعته مش ول، وهو أصلا على الأغلب بيكون اكسبوجر تو أو أتندنس داي كير سنتر. اوكي اوكي
اذا بدكم بس تفرقوا بين هدول السلايدين، هذا السلايد تبع الاتش كاب، واحنا مش حنغطي اتش كاب، يعني انتم هون بس هاي المعلومه حتحفظوها بعدين، مش حتط يعني ما راح تستخدموها بالثيرابي بالتريتمنت، لانه احنا ما راح نغطي التريتمنت اوف اتش كاب ولا اسبيريشن ولا اهاب ولا غاب، احنا بس بنغطي التريتمنت تبع النمو الكوميونتي. بس هون هذا السلايد عم بيحكي لي على مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا اللي هي سودوموناس اريجينوزا، اسينيتوباكتر باوماني او اسينيتوباكتر بشكل عام، والميرسا. هذا السلايد بحكي لي انت الستريبتوكوكس نيمونيا عندي تكون ريزيستنت بالظروف التاليه: الاكستريميتي ايجز زي اقل من سنتين واكثر من 65، اذا هو متعرض ماخذ بيتا لاكتام لاي سبب خلال الثلاث شهور السابقه، اذا هو الكوهوليك، اذا عنده ميديكال كوموربيديتيز، او بياخذ اميونو سبريسيف ايجنتس، او اكسبوجر تو اتشالي دايكير، او هو نفسه كله موجود بالدايكير. يعني يا هو متعرض، يعني مثلا افرض اجى اب عنده نمونيا وكنا متاكدين انه الي ابن فحصناه وكان هو بالدايكير واحتمال يكون هو السورس اوف انفكشن، يعني الابن كان عنده نمونيا وجاي من دايكير ونقل لابوه، تمام؟ هاي معناه انه يا هو نفس المريض موجود بالدايكير، وممكن يكون هو جاييني من مثلا مش تشايلد، يكون جاييني من دار المسنين، برضه هاي تعتبر دايكير. دايكير سنتر هي مينلي الناس الصغار حضانات، والناس الكبار اللي هي دور الرعاية. هدول التنين تو سنترز يعتبروا للأسف فيها بكتيريا ريزيستنت، تمام؟ المرة الجاية إن شاء الله أنا حبلش بالثيرابي.